السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنشوف مع بعض الفيديو بتاع المدام اللي كانت بتشهر بيا وكانت بتقول ان الشغل بتاعها ما كملش 4 شهور وباظ وكده، وكلام طبعا يزعل اي حد. فهنشوف مع بعض الفيديو بتاع المدام وهنعلق عليه ونوضح ايه اللي حصل فيه بالظبط. المحل اللي هو ابو كفر، جبت 2 صنايعيه، واحد اسمه دلبي والتاني اسمه هو بالشيخ ابراهيم العزب، 2 صنايعيه عاملين المطبخ، واحد اسمه بالمناسبه يا جماعه يا ما جابتنيش والله ولا اي حاجه، ولا كانت تعرف ولا انا اصلا اتفقت معاها على حاجه، ولا كان في اي حاجه بيني وبينها. انا كنت رايح مساعده لزميلي اللي كان شغال عندها، تمام؟ عشان بس اوضح لكم، الست بتقول جبت 2 صنايعيه فلان وفلان. لا حضرتك انت ما جبتنيش ولا كان في بيني وبينك اي كلام. بعد التاني اسمه الشيخ ابراهيم العزب، عملوا لي المنظر ده يا جماعه، وبعد 4 شهور بالظبط ده المفروض دوكو فور بالمنظر ده يا جماعه. المطبخ اول مسيح، انا لسه ما قعدتش في البيت على فكره، البيت لسه جديد اهوت، بيتي لسه ما فرشتش. مدام حضرتها بتقول ان هي لسه ما فرشتش وان هي لسه ما قعدتش في الشقه، وده كلام جميل جدا وكلام مظبوط جدا. طيب حضرتك ليه بتغسلي المطبخ من جوه طالما انت بتقولي لسه ما قعدتش في الشقه ولسه مفيش استخدام ولا في زيوت ولا في اي حاجه؟ ليه حضرتك غسلتي المطبخ من الداخل اللي هو اصلا مفيش اي حد، مفيش اي ست بيت في الدنيا بحالها بتحط ميه في قلب المطبخ بالطريقه البشعه اللي حضرتك عملتيها، واللي انا جيت ولقيت فيه ميه في قلب المطبخ وطلعتها قدام حضراتكم؟ وطبعا كان الانكار او كان ان ده تصفيه اطباق، تصفيه مش عارف ايه. طبعا حتى لو في اطباق مغسوله المفروض ان هي تتصفى بره وبعدين تتحط جوه الخشب، واي ست بيت في الدنيا فاهمه الكلام ده كويس، تمام؟ فطالما حضرتك انت ما سكنتيش وبقالك 4 اشهر مفيش اي شكوى ومفيش اي مشكله، ايه اللي جد جديد؟ عايزين نركز يا جماعه، ايه اللي جد جديد بعد 4 اشهر خلاها حصل عندها اللي حصل اللي احنا هنشوفه دلوقتي؟ تحت الانشاء الناس اللي انا جبتها بتصلح في الشغل بتاعهم لسه. ادي المطبخ الدوك الفرن اللي هم عملوه، بيتقشر الدولاب بتتقشر زي الاستيكر. ادي الهيدروك بالمنظر ده، ولما جيت اكلمهم بيقولوا ده عيب نجار. بعد اذنكم يا جماعه الناس المحترمه، الناس المحترمه النقاشين المحترمين اللي على راسنا، عايزه اعرف ده عيب مين عشان برضو ما اظلمش حد. اعرف ده عيب نجار ولا عيب صنايعي ولا عيب خامه ولا عيب ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف، لان انا ما عجبتش الناس دي. هي بتقول ان هي لما جت تكلمنا ما عجبتش، او لان فعلا العيب مش مننا احنا. لو فيه البويه بتقشر زي ما حضرتها بتقول اكيد الضلفه كانت هتقشر كلها، فكان هيحصل فيها مشاكل كلها. ليه ان كان في تجريح او ان كان في تجريح طبعا مش مننا احنا، ان كان في اي حاجه ليه جايه من الاطراف؟ ليه مش جايه من وسط الضلفه؟ ليه الضلفه من الوسط ما حصلهاش اي حاجه؟ انا لما رحت قلت عيب النجار، قلت يا جماعه في شيء على النجار وفي شيء على الراجل اللي كان شغال، عشان دي شهاده ربنا هيحاسبنا عليها. فانا كنت رايح حكم عدل بينهم وبين الراجل اللي كان شغال، تمام؟ ففي الاخر طبعا بيجيبوا ان اللوم عليا انا، تمام؟ فانا قلت عيب النجار مثلا الفواصل كانت عاوزه تتدبس او عاوزه تتغرق كويس زياده، ما قلتش ان العيب كله على النجار زي ما حضرتها بتقول قالوا ده عيب نجار. لا، انا قلت العيب مقسم على 2، النجار والراجل اللي كان شغال. طبعا الحته اللي هي مقشره ديت ده عيب الراجل اللي كان شغال، وانا قلت ان هو العيب ده هو هيصلحه مفيش اي مشكله، تمام؟ برضه ده كله انا كنت بره الحوار خالص، ما كانش فيه اي حاجه عليا انا، وهي بنفسها قالت قدام كل الحضور الراجل ده مفيش عليه اي حاجه، وفي بدل الشاهد على الكلام ده 1 و2 و3 و10، تمام؟ اي حد عايز يغير شهادته مفيش مشكله، ما تفرقش معايا، لان في ربنا موجود وربنا مطلع على كل حاجه. اما الناس كلها كانت واقفه وشاهده على كلامها اللي هي قالته، تمام؟ لما قعدت ادور وقعدت ابص في المطبخ فوجئت ان فيه ميه واقفه، وافتكرت ان هي كمان قالت لي انا بعد ما نظفت المطبخ او بعد ما مسحته، بعد ما غسلته يعني، بعد ما مسحته بشويه بشويه يعني بساعه ونص ساعه بدا يظهر فيه المشاكل ديت. يبقى معنى الكلام ومن كلامها هي حضرتها بتقول بعد ما غسلته او بعد ما مسحته، هنشوف دلوقتي بتقول حصل فيه كده. يبقى قبل ما تمسح وقبل ما يكون فيه اي حاجه ما كانش فيه اي مشاكل، ما كانش فيه اي شكوى، والحمد لله العملاء بتوعي عارفين معاملتي معاهم ازاي كويسه جدا، والحمد لله عمري ما بتاخر عن حاجه ولا عنها هي شخصيا، رغم ان هي مش عامله ليا ولا اي حاجه، ولكن لما اتصلوا بيا وقالوا في مشكله عندنا 1 2 3
واحده طبعا وساعات ما تكسعتش مثلا او ان انا كبرت دماغي، لا طبعا واحد وشفت الشغل عشان خاطر برضه نحدد مين اللي كان غلطان، لك انا كنت رايح كشاهد حكم. وبعد كده هنشوف مع بعض. ادي المطبخ متقشر من كل مكان، دي على فكره ضلفه واقفه اهي، دي ضلفه اهيت، ادي اخرها. لما جيت بكلم الاساتذه بيقولوا لي ده عيب النجار، وبيقولوا لي ده عيب في خبط ورزع في الضلفه، يعني معنى ان انا حد خد باله يا جماعه من الحته البوعه اللي هي متجرحه ديت وممسوحه وطالعه على الابيض؟ طب هل بالله عليكم انا كنت مسلم المطبخ كده؟ لما كنت مسلم المطبخ يعني حته مرايه، انتوا شفتوا البقعه اللي واقع عليها ديت واقعه من ايه؟ ما ريت حضرتك كنت وضحت في الفيديو زي ما انت جايبه الكاميرا ومركزه عليها، كنت وضحت في الفيديو البقعه ديت من ايه وليه عملت كده، تمام؟ وهل ده برضه مننا احنا كمان ولا ما هو لازم بقى ايه نظبط الدنيا، تمام؟ طب التجاريح اللي هي فيه دي برضه كانت مننا؟ يعني احنا كنا مسلمينهولك مجرحينه، يعني احنا مثلا قبل ما نمشي جرحناه وبوظناه بالطريقه ديت؟ افتحها واقفلها تبقى بالمنظر ده ويقع الدهان. ده المطبخ، ده المطبخ، دي دراج يا جماعه اهيت بتاعت المطبخ، ادي القوايم بتاعت الغرف، ادي اهيت من تحت كل ده متقشر، ده كله لو عملته بايدي هيطلع طبعا. يا ريت طبعا يا جماعه تكونوا خدتوا بالكم الاماكن اللي الشغل مقشر فيها عشان تتاكدوا من كلامي ان انا قلت ده من تخزين الميه. شفتوا القايم كله نظيف ازاي والحتت اللي مقشره تحت خالص في الزاويه بتاعه العلبه اللي هو المكان اللي هو شرب ميه لحد ما زهق، تمام؟ والضلف اللي كعب من تحت والاماكن اللي فيها القشاط الزان، عشان تعرفوا بس ان احنا الحمد لله هي بتاكد لنا ان العيب مش مننا احنا ولا من النجار. انا قلت لك ان كان في شيء على النجار، لا والله النجار ما عليه شيء ولا الراجل اللي كان شغال، العيب من حضرتك ان انت اللي اسأت استخدام الحاجه بتاعتك. اهوت كل الخرابيش دي عباره عن حاجه زي ما تكون مبقبقه. حضرتك اشمعنى الاماكن اللي هي تحت ديت اللي هي مبقبقه زي ما انت بتقولي، وايه اللي خلاها بقبقت وايه اللي خلاها عملت كده الا بعد ما حضرتك حطيت ميه في قلب المطبخ؟ وبعد ما حضرتك معترفه ان انت حطيت ميه في قلب المطبخ مش على الدوك الفرن اللي احنا مشطبينه او اللي انا شخصيا عملته، انا يا جماعه عملت بس الوش الاخراني اللي هو زي المرايه زي ما حضراتكم شفنا، رغم البهدله اللي شافها بس الحمد لله محافظ على لمعته ومحافظ على شكله لحد دلوقتي، تمام؟ والدوك الفرن طبعا زي ما انا قلت وبقول تاني انه يستحمل الغسيل ويستحمل اي حاجه، لكن الداخل ما كانش دوك الفرن، تمام؟ وزي ما شفتم الداخل ما كانش دوك الفرن، ده كان خدمة متوسطة أو خدمة مش زي اللي بره، وطبعا بعيد عني تماما. وحضرتها طبعا حطت مية في قلب المطبخ، فطبعا لما الخشب شرب مية لازما القشاط الزان يفك ولازما تأثر على الشغل اللي بره، وطبعا الفنيين في الدهانات والنجارة عارفين الكلام ده كويس. نكمل مع بعض. ده جنب ضلفتين، ادي ضلفة ودي التانية، وده الجنب اللي بينهم هما الاثنين في الجنب. ادي الخرابيش اللي في المطبخ وادي المنظر. لو في خرابيش هل يعقل ان انا مثلا بعد ما اشطبه اخربشه واروح؟ طب هتسيبيني مخربشه 4 اشهر؟ يعني هو بالعقل كده انت بتقولي والخرابيش اهوت يا جماعه وكذا وكذا وكذا، هل يعقل ان انا هقعد 4 اشهر مخربش لك المطبخ وحضرتك هتسكتي 4 اشهر وانا مخربشه من غير ما تتكلمي؟ ايه اللي فكرك بعد 4 اشهر تقولي المطبخ مخربش والمطبخ بقبق وكلام من ده؟ والحمد لله الحمد لله المطبخ موجود عندي على القناه اليوم على قناه اليوتيوب حته مرايه، وانت كنت مستلماه وعارفه هو طالع شكله ايه، لكن على العموم مفيش مشكله حصل خير. نكمل مع بعض. القايم الضلفه لما بفتحها اهوت اتفضلوا، الضلفه متقشره طبعا، شفتوا يا جماعه هي فتحت الضلفه، بتقول الضلفه لما بفتحها اهوت الضلفه متقشره او المفصلات متقشره. طبعا الحمد لله انا بفضل الله الدواخل ما حطيتش ايدي فيها، تمام؟ تاني حاجه اللي مقشر فيها ايه؟ الخشب مش مقشر، اللي مقشر فيها المفصلات الحديد. المفروض كنت انت ركبت المفصلات ديت بعد ما الشغل يخلص او بعد ما الفينش يخلص، لكن انتوا ركبتوها قبل فالدهان ما مسكش فيها، دي حاجه طبيعيه لان المفصلات ديت بتكون ناعمه جدا واخده طبقه نيكل، فطبعا بتعزل الدهان اللي هو الجديد عن النيكل كروم اللي معمول فيها.
وطبعا النجارين فاهمين الكلام ده وعارفين حاجه زي كده كويس جدا. نكمل مع بعض. انا عايز ده دول فورم. انا جبت الخامات للراجل ده والناس دي جت اشتغلت. بعد 4 شهور على ما جيت انقل وبمسح لقيت المطبخ بالمنظر ده. الدوك والفرن معقول بعد فتره بسيطه جدا يبقى بالوضع ده ويتقشر؟ نركز هنا بقى يا جماعه. زي ما حضراتكم شفتوا بتقول بعد 4 شهور وبمسح لقيت الوضع ده، تمام؟ يبقى هو ده الحمد لله دليل براءتي ودليل الكلام اللي انا بقوله كله، ان انت حضرتك اسأت الاستخدام، لان طول ال4 اشهر ولا كان في خدوش ولا كان في اي حاجه ولا كان في حتت طالعه الا بعد ما حضرتك حطيت الميه. وبتقولي بعد 4 شهور وانا بمسح وانا بغسله يعني بسيقه، تمام؟ وان صح التعبير يعني ان انت كنت بتسيقيه ودلقت ميه بكميه كبيره جدا، تمام؟ وانت بعد ما سيقتي والخشب شرب ميه بدأت الاماكن الفواصل اللي هي شربت ميه كلها بدأت ان هي يظهر فيها المشكله دي، تمام؟ وطبعا انا متشكر جدا ان حضرتك وضحتي كل ثغره في المطبخ زي ما حضرتك وضحتي كده، عشان احنا برضو يبقى لنا حق الرد ان احنا نرد على كلامك. عايزه اعرف كل كده المطبخ كله بالوضع ده، الدولاب بالمنظر ده، ادي ضلفه من ضمن الدولاب، ده شغل، ده الدوك الفرن بيبقى كده بعد 4 شهور، يعني خطا مني ان انا اخترت الدوك الفرن ولا ده خطا من مين؟ حضرتك هنا الخطا اللي انت عايزه تعرفيه منين؟ الخطا من حضرتك ان انت اسأت استخدام الدوك الفرن او اسأت استخدام فهم التعامل مع مطبخ خشب متشطب من الدواخل اسطر ومن الخارج معمول دوك الفرن. لو الدوك الفرن كان فيه اي مشكله كانت الضلفه كلها قشرت وكانت الضلفه كلها طلعت وكنا هنلاقي الدوك الفرن ده يعني ولا كان عاملين جير، عمره طبعا ما هيطلع بالطريقه ديت. الحمد لله الناس كلها تعرف يعني ايه دوك الفرن اكريليك سيارات 0-10 وتعرف مدى مقاومته للسخونيه ومدى مقاومته للميه عامله ازاي، ولكن لما نستخدمه استخدام صحيح. نكمل مع بعض. عرفني ده عيب في ايه بالظبط؟ وعيب في مين؟ ده تشطيب مطبخ دوك وفرن. الراجل ده واخد مني 5000 جنيه في تشطيب المطبخ. يبقى قصد حضرتك الراجل ده اللي هو مين؟ اللي هو ابراهيم العزب ولا اللي هو الراجل اللي كان شغال؟ وليه سكتي بعد ما قلت الراجل ده؟ سكتي شوية بتفكري تضربي رقم؟ أقول مثلا 5 ولا أقول 10 ولا أقول 20؟ ليه سكتي بعد ما قلتي الراجل ده وقمت ساكتة شوية؟ هل بتفكري مثلا تقولي رقم كام؟ ما تقول الراجل ده واخد مني كذا كذا كده على طول، تمام؟ يعني لما يبقى الكلام مظبوط هنقول الراجل ده خد مني كذا كذا، لكن ما تقوليش الراجل ده خد مني واستنى شويه وافكر. خد 5000 صح؟ وطبعا لو انت عارف انت اديتني جنيه واحد انا اتحاسب عليه قدام ربنا. و10000 جنيه في تشطيب النجاره. طبعا استاذ ابراهيم العزب هو مجرد ان هو اشترك في المطبخ فقط. طيب سمعتوا يا جماعه هي قالت ايه؟ قالت الاستاذ ابراهيم العزب مجرد بس انه اشترك في تشطيب المطبخ او اشترك في، هي قالت اشترك في المطبخ، انا اشتركت في تشطيب المطبخ، تمام؟ ومش عيب ان انا اروح مثلا لاي حد بيقصدني في اي حاجه في اي مكان في جمهوريه مصر بحالها، وكلكم عارفين الكلام ده وكلكم عارفين ان انا ما بتاخرش عن حد، ان هو لما حد قصدني ان انا اروح اديله الوش الاخراني واظبط له الوش الاخراني ده مش عيب، بس انا ربنا اداني حاجه وعلمنا حاجه عشان افيد بها غيري، تمام؟ مش علشان ان انا اخليها لنفسي، يمكن لو كنت خليتها لنفسي ما كانش حصل كده، بس خير لعله خير ان شاء الله. نشوف مع بعض بس خليكم فاكرين هي قالت مجرد اشترك في المطبخ، تمام؟ يعني انا رحت عملت لها الوش الاخراني اللي هو زي ما هو لحد النهارده ويقعد 20 سنة قدام كمان، بس لما حضرتك تعرفي ازاي تستخدمي المطبخ الخشب بتاعك مظبوط. فطبعا عمل لي النجارة دي، نجارة بعد ايديكم، ده شباك من ضمن الشبابيك، ده شباك متشطب، وطبعا لما انا كلمته جاب العيب في الخامة وفي الراجل اللي احنا شاريين منه الخامات، وطبعا هو اللي شاريها بايده. ده تشطيب مطبخ، دي تشطيب شباك يا جماعة، ادي التشطيب التاني، ده تشطيب شباك، ده تشطيب شباك.
طيب دلوقتي زي ما حضراتكم شفتم هي بتقول ان هي دفع 10000 جنيه في المانوال الصغير بتاع الحمام اللي انتوا شفتوه ده او في النجاره ديت. فطبعا لو احنا بنتكلم عن خدمه، الخدمه حضرتك استلمتيها من 4 شهور ما فيهاش اي مشكله وحاسبت عليها وما فيش مشاكل، تمام؟ حلوه وحشه انت حضرتك استلمتيها على كده ومن 4 شهور مش من اسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين، يبقى ما فيش اي مشاكل. طيب نتكلم عن الفواصل اللي فيها مفتحه ديت. كل الساده الفنيين النجارين والفنيين الدهانات عارفين الفواصل ديت عيب تصنيع نجاره، عيب الوشه اللي حضرتك جايبه منها النجاره، وده وارد جدا جدا في كل الشغل، خاصه لما تكون الشقه مقفوله وملهاش استخدام كتير وما فيهاش تهويه كتير. تمام نكمل بقى مع بعض. بعد اذنكم حد يقول لي اعمل ايه؟ لان الناس دي دلوقتي زي اللي بتقولي اخبطي دماغك في الحيطه. وهنزل لكم برضو الفيديو بتاع استاذ ابراهيم العزب وهو بيشرح المطبخ بتاعي وهو بيشطبه عشان انا ما ايه. طبعا يا ست الكل انت كده بصراحه يعني اديت اللي عليكي، وربنا يجازيك على قد نيتك وربنا يديك على قد نيتك وربنا يديني انا كمان على قد نيتي، تمام؟ واذا كنت حضرتك بتشهري بيا على الفيس او بتشهري بيا على مواقع السوشيال ميديا عشان خاطر الناس تجاملك او تقف معاك، لا هو بصي الحق هيتقال سواء على لساني سواء على لسان اي حد ما يعرفنيش خالص. الحق يقال، والحق انت اللي قلتيه بلسانك وانت اللي عملتيه بالفيديو اللي انت عملتيه ده. وطبعا انا بشكرك ان انت صورت فيديو جميل زي ده لان انت وضحت لنا ايه اللي كانت المشكله عندك وايه الموضوع بالظبط. نشوف بقى شغل الاستاذ ابراهيم وهو بيشرح المطبخ كان طالع عامل ازاي والمطبخ كان عامل ازاي. وانا بشكرك جدا ان انت جبتي الفيديوهين الاثنين مع بعض علشان خاطر الناس المشاهدين يعرفوا الفرق بين ده وبين ده. قبل ما نقفل معاكم هنا طبعا يا جماعه المطبخ هو طبعا معمول الدولاب بتاعته دوكو فرن سيارات اكريليك خارجي، طبعا يستحمل كل عوامل الجو الأبخرة والسخونية وكل حاجة، ومعمول معاه لون سيلفر زي ما احنا شايفين. طبعا كل الدولف اللي هتركب هنا هد طبعا يا جماعة الدولف المطبخ هيت لما تركب هتبقى بالمنظر. طبعا يا جماعة المطبخ هيبقى كده في النهاية شايفين هنا. طبعا الصورة وضحت جدا هيت يا جماعة، صورة الشباك طالعة في الضلفة طبعا دي بتدل على نقاء البوية ونقاء التلميع. يا جماعه شفتوا الشغل كان عامل ازاي وكان متسلم عامل ازاي، وده صوت انا مش هنكر ان ده صوتي، ومش صوتي بس لا، انا اصلا عامل فيديو عندي على القناه ومسجل بالصوت والصوره وانا واقف. الحمد لله ما بتكسفش، انا قبل ما اطلع حاجه للمشاهدين بكون لازم اكون ظابطها على اكمل وجه، وقلت قبل كده ان انا لازم اكون قدوه لكل صنايعي بيتابعني في كل مكان سواء في مصر او بره مصر، تمام؟ فانا طبعا بشكر حضرتك جدا 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 ان انت وضحت لنا وان انت جبتي الجزئيه الصغيره ديت لابراهيم العزب وشفتي وجبتي الجزئيه الصغيره اللي هي بتوضح الشغل كان متفنش شكله ايه وكان طالع عامل ازاي. وبشكرك جدا ان انت وضحت لنا ان المشكله حصلت امتى بالظبط، ان بعد ما حضرتك مسحتي وانت تليفونيا قلتي لي بعد ما مسحت بشويه، يعني بعد ما مسحت بفتره بمثلا نص ساعه او بساعه الله اعلم، يعني عالم الخشب كان شرب شوية مياه حلوين كده، بعد كده بدأ يظهر في أطراف الدولف كلها زي ما شفنا، والدرج الأستاذة كانت جايباه. وطبعا أنا بشكرك جدا المرة العاشرة، واستمري استمري إن أنت تنزليني في كل الجروبات، واستمري في إن أنت تقولي الراجل ده خد مني 5000 جنيه، استمري في إن أنت تقولي أنا قلت على البوهي بايظة، أنا قلت مش بيتأوليني كلام. انت هتتحاسب على كل كلمه وكل حرف هتقوليه، لان كده كده احنا كلنا رايحين، كلنا رايحين مش هنركب اتوبيس سوا، لا هو كل واحد بيروح لوحده، بس احنا كده كده كلنا رايحين هناك، وان شاء الله حقنا موجود هناك، ما ربنا بيضيعش حق ابدا، يعني ربنا عايل لكل واحد حقه لحد ما يوصل بالسلامه، تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسف جدا يا جماعة إذا كنت طولت عليكم، ولكن ما ينفعش إن أنا أسيب حد يغلط فيا أو أسيب حد يغلط في حقي، لأن دي سمعتي وده حقي، وحقي على المشاهدين إن أنا أوضح لهم إيه الموضوع عشان خاطر هما بيشاهدوني وهما بيحبوني، وحق عليكم إن أنا أوضح لكم إيه الموضوع بالظبط. وكده إحنا رضينا على المدام من كلامها،
وبنشكرها كلنا على اللي هي عملته ده وعلى الجريمة اللي هي عملتها ديت. احنا نواسيها ونقول لها ربنا يعوض عليكي فمطبخك اللي انت بوظتيه بايديكي واسات الاستخدام ليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسف جدا على الإطالة.